السلام عليكم. اعتذر بس عن الصوت معلش للمره ال50. يعني الدكتور قاله النهارده في المحاضره ان شاء الله كده بسرعه، هو لسه بنتكلم في البارامتر استيميشن، ما عدنا عن اللي فات ثلاثه الحاجات اللي فاتت، عدنا عن باتش ليست سكوير اللي هو اكني بجيب الليست سكوير ايرور الفانكشن دي، بعملها دي الكوست فانكشن بتاعتي. يعني الدكتور اثبت في المحاضره ان هطلع نفس الايكويشن دي كده بالظبط، فالباتش ليست سكوير هو بيعمل برضو ايه نفس الكوست فانكشن دي، يعني كان عملها بطريقتين. يعني لو رجعنا للمحاضره اللي فاتت في بس فده زي المحاضره اللي فاتت، هيبقى في بس اختلاف ان ده ماينس واحد، الرقم ماينس واحد ده مكتوب غلط. لو المحاضره اللي فاتت هو مش موجود، يعني المفروض نبدا من ماينس زيرو، ان هي البي نوت بتبدا من بي نوت مش من بي واحد زي الايه. بس كده، والحاجات دي كلها يعني الاولاني ده في المحاضره اللي فاتت، وكل دول في المحاضره اللي فاتت، وبس عرفنا حاجه جديده اللي هي البي، مش جديده قوي حاجه يعني، اعتقد كان موجود في المحاضره اللي فاتت برضو. وهي احنا اصلا المساله بتتحل، انا عايز اجيب البارامتر بتاعت السيستم اللي هي لو السيستم اللي هي الايهات. ممكن نشوف طيب سؤال مشيت عشان بس يبقى باين، لو هو الايهات الاي والبي هات اللي فوق دي عايزين نجيبهم كلهم، يعني سواء حتى لو الاثنين مش جيفن يعني، فهي دول اللي نحطهم في الثيتا هات دي اللي احنا عايزين نعملها استيميشن. فعشان نعرف نحل المعادله محتاجين نعمل الانفرس ده اللي هو ابساي ترانسبوز في ابساي. فابساي ترانسبوز في ابساي هي انفرس، هي البي دي الكونديشن اوف ريزيستنس، دي الماتريكس دي لو ليها انفرس هيبقى احنا كده نعرف نجيب استيميشن للبارامتر. وده يعني لو هي ملهاش انفرس يبقى معنى كده ان انا الانبوت بتاعي ما فيهوش ديناميكس كفايه تثير السيستم بالشكل المطلوب يعني. وشرح الحاجات دي كان الدكتور قالها في المحاضره اللي فاتت، واحنا ممكن كده كده هنعملها ان شاء الله في اكزامبل اللي هو كان بيشرحه هنحله يعني. وبعد كده اتكلم برضو عن الويت ليست سكوير، بس يعني مراجعه عن اللي فات، مفيش حاجه هي الويت فانكشن يعني، والستوكاستيك ليست سكوير الويت فانكشن بيبقى ليه علاقه بالار انفرس اللي هو مقلوب السيجما يعني سيجما سكوير. بعد كده ده المحاضره اللي فاتت، الجديد في المحاضره بس ان احنا ريكيرسيف ليست سكوير، لو انا عندي السيستم بتاعي في مثلا عملت بعد مثلا خدت ب 15 قرايه او حاجه، جبت البارامترز بتاعتي وجات لي قرايات جديده وعايز ابديت القرايات، فهو ده بس ده اللي خدناه في المحاضره النهارده يعني ان شاء الله. فالابديت طيب هنعمله ازاي؟ فهو منتهى البساطه يعني جبنا معادله بتاعت السيتا ان دي وكتبناها بإن زائد واحد، وفضلنا طول المحاضرة بنجيب الإيه الأسباب بتاعها. والدكتور قال إن الريكيرسيف دي تنفع للويتد وتنفع للاستوكاست، يعني تنفع للباقي، بس إحنا نعملها على الباتش بس، والباقي يبقى سيم يعني بروسيجر يعني ويجيب نفس النتيجة إن شاء الله. طيب فسيتا إن بلس 1 يبقى الفاي برضو الإبساي إن بلس 1 وإبساي إن بلس 1 وهكذا. هو الإن بس دي بتعبر عن التايم، يعني مثلا انا في كنت عملت لغايه 15 مره وبعد كده جات لي القرايه رقم 16، فدي السيتا عند القرايه 16 فبقت سيتا اكبر يعني بقت سيتا اجدد. هو في الاخر المفروض يعني في الاصل ان السيتا دي في الاخر تفضل تبقى كونستنت، حاجه ثابته للسيستم يعني، لو السيستم ثابت ما بيتغيرش يعني، بس عشان هو ادابتيف هو للاسف كمان بيتغير. بس يعني طيب ادي ابساي ترانسبوز هو بس نفس المعادله اللي فوق، حطينا ان بلس 1 في كل حاجه، وقلنا بقى ان الابساي ان بلس 1 هي دي اصلا فكه الابساي، فهي من ان الرقم اللي احنا هنبدا منه نحل منه. لو حد راجع محاضره فاتها ممكن يبقى ركز يعني، او عشان انا مش مركز قوي يعني، وممكن نشوفها في الكود برضو ان شاء الله. وبعد كده هي لو هي كده ابساي ان، لو هي بلس 1 فيبقى هيزيد عندنا فاي ترانسبوز لان بلس 1 تمام، والكي دي هي الان يعني ما فيش فرق، او الام الصغير على حسب العدد اللي جواه تمام. فدي الابساي، والواي ان بلس 1 هو نفس الوايات اللي قبل كده، الوايات القديمه زائد الواي الايه الجديده. ما تشرح المثال يا مدني. لا، ما المثال للاسف ما كانش فيه علاقه بال المثال ما كانش ليه علاقة بالشرح في المحاضرة يعني، هو إثبات وبعد كده مثال على الحاجة القديمة. يعني المثال على المحاضرة اللي قبلها. طب هو الكلام دلوقتي باين يعني، هو أنا
ايوه تمام يا اسامه. يعني انت بتتكلم زي الدكتور حرفيا. ايوه ما هو انا مش عايز، انا بس عايز ما اقولش حاجه لا اقل ولا زياده، انا عايز بس اقول اللي في الورقه، وغالبا انا هنذاكر المحاضره القديمه عشان ايه نذاكر دي اكيد يعني منطقي. هو بس جديد اللي هو الماتريكس دي قلنا اللي هي بريزيستنس كونديشن اوف بريزيستنس اللي هي ليها انفرس، فهنعرف نجيب السيتا لو ما لهاش انفرس فغالبا اصلا يبقى انا حاطط انبوت مش بيصير هو مش بيعمل قالها المحاضرة اللي قبلها. داينامكس تمام. الجديد بس احنا قلنا الريكيرسيف دي عشان انا مش كل شويه يبقى ما عندي مثلا 15 قرايه او حسبت سيتا، بعد كده انا جيت اديتك مثلا قرايه جديده قلت لك خد القرايه دي جديده للسيستم، فما تحسبش بقى تاني، بس الموضوع يعني يبقى صعب يعني، بس تعملها على ماتريكس 16 هتبقى كتير الحسابات كتير، فاحنا عايزين نبقى دايما بتابديت، وخصوصا لما يكون السيستم في الاصل اصلا لوحده فعلا جواه بتغير، مش انت بس بتابديت القرايات فانت بتجيب قرايه دقه يعني احسن للاستيميشن بتاعك، لا هو اصلا فعلا بتغير مع الوقت يعني. فهو بس ده موضوع الريكيرسيف يعني هنطبقه على الباتش وينفع للويتد يعني. هو بس المحاضره كلها ان شاء الله الاثبات بس ان شاء الله يعني، فانا همشي فيه واحده واحده. فدي الابساي ان بلس 1 ودي الواي ان بلس 1، هي الواي القديمه الانبوت القديم كله، فين الواي اهي الابساي كلها اللي فاتت دي كله، كل الانبوتس القديم زائد الانبوت الجديد بس تمام. حلو ماشي خلاص كده، ما هما الترمين دول هنعوض هنا، الترم الاولاني ده اللي جوه الانفرس ده هنسميه الفا، والترم اللي بره ده هنسميه بيتا، معلش عشان يعني بس هو الدكتور غير شوية حاجات وهو بيكتب يعني. فالالفا هو الترم ده هنسميه ده، هو يبقى نفس العادي احنا قايلين ان دي هي بي انفرس يعني هي بي، فدي تبقى بي ان بلس 1 تمام. فكها تمام بقى ماشي ماشي جميل. عايزين نفكها، تعال نفك دي اللي هي قلنا الابساي هي دي، فنفك الابساي ترانسبوز في الابساي، فيعني تخيلنا كده الابساي ترانسبوز هتبقى ايه، هيبقى في جنبنا كده من الناحية دي مثلا تبقى ابساي ترانسبوز وجنبها فاي مضروبة في الحاجات دي، فتبقى ابساي ترانسبوز ابساي قصدي دي مضروبة في ابساي ترانسبوز اللي هي هنا، عارف انا ممكن اكتب احسن عشان شكلها كده مبوخه جدا. لو تخيلناها هنا كده جنبها، لو عملنا ترانسبوز للماتريكس دي هتبقى ابساي ترانسبوز، وهي ابساي ان طالما ما كتبتش يعني، واللي جنبها فاي فاي من غير ترانسبوز وان بلس 1 تمام. فاول ترم ده هنبقى ده ابساي في ده اهو، فابساي ترانسبوز في ابساي تمام، واللي بعده هيبقى فاي ان بلس 1 بس ما كتبتهاش في ايه ده الاحراج ده. هو احنا عملنا ترانسبوز للماتريكس، ايه اللي دخل الترانسبوز جوه دلوقتي على الابصار؟ يعني ايه اللي دخل ترانسبوز على يعني الابساي؟ الترانسبوز الماتريكس الفيكتور بقى الكولوم بقى فيكتور، فقشطه. ماشي ما عامة انت بتدخل برضه ترانسبوز جوه. ايه ده بجد؟ اه يا عم ايه احنا عمرنا ما عملنا حاجة زي كده. ممكن عشان دي ممكن عشان دي فيكتور اصلا جوه فيكتور، او ماتريكس جوه فيكتور يعني. بالظبط. طيب هو الفاي طيب هو اصلا ده هيعمل ايه، هنضرب ده في ده وبعد كده نضرب الفاي ترانسبوز في الفاي، يعني هو ما فيهاش حاجه اصلا، هو ضرب يعني ده رو في كولوم يجيب سكيلر عادي، ده سكيلر اصلا ايوه هي كده صح، ما مكتوبه كده صح. بس اكيد صح، من الدكتور اللي كاتب او مش دكتور يعني ما نقول دكتور. ماشي خلاص الترمين دول، وهي برضه في انفرس هنا ماشي، وهو يعني للاسف الماتريكس دي شكلها مش لطيف طبعا. اول واحده دول احنا قلنا دي اللي هي البي انفرس اللي عرفناها فوق تمام. خلاص في بقى نوت كده دي يعني كنا ما خدناش اصلا من الجبر قبل كده يعني، نوت ماتريكس انفرجنت لامي مش عارف اقراها والله، لامي حاجه زي لما ماشي، قول لو انا عندي الاي ماتريكس مين والبي لما؟ ما اعرفش يا عم انا مالي، ماشي ما علينا. هو دي يعني هي كده، لو عندي كده يجيب لي الكلام ده، عندي ماتريكس A و B و C و D طبعا يعني المفروض يعني طبعا الدايمنشن تبقى كونسيستنس مع بعض، فيعني لو انت مش حاطط حاجات مش مظبوطه فاكيد مش هتشتغل يعني تمام. خلصنا الحمد لله نص المحاضره يعني صفحه
ماشي، نرجع طب تاني هو نجيب القانون ده ايه اللي جاب القانون ده في الموضوع اصلا، او احنا ما هنحتاجه هو يعني ولا ايه ده؟ تخيل بقى احنا عندنا حاجة انفرس، فعايزين نشوف هنفكها ازاي. ما هي حاجة زائد حاجة هو فك فك يعني بالظبط. البتاعه دي بالصيغه الجديده اللي احنا متفقين بيها جابها من دي. ماشي ماشي. فهنا عندنا هنعمل انالوجي بقى، نعمل انالوجي بين ده وده اللي عندنا. فهنقول ان طبعا احنا خلينا في دي على طول بقى. فالترم الاولاني ده هو الايه، تمام؟ فالايه هي بي انفرس، والترم التاني ده هو البي، ده بي، وده هنحط اي من عندنا فهي السي باي، ونحط دي. حلو، نفك بقى للاسف الالفا دي، نعوض بيها نجيبها كده، هتبقى ايه الاي انفرس. فاحنا قلنا ان الاي، يعني انا عايز احاول اجيب الشاشه تبقى ليه، ناخد الـ A ونجيب الـ inverse بتاعها. الـ inverse على الـ A هو الـ inverse على الـ B inverse، فهو B ناقص الـ B في الـ B اللي هي phi n plus 1 في الترم بقى ده كله، I plus هي الـ C inverse هي الـ I inverse فهو نفس الـ I يعني، والـ D هو الترم اللي بره ده اللي هو ده phi transpose، phi transpose n plus 1. وبعد كده هنلاقي ان الايه ظهر التاني بالانفرس، وبعد كده بي كل ده، وفي الاخر اصلا كل ده انفرس. يعني هي برضه مش عارف هفكت ايه، بس يعني هي جميله، ما علينا. تمام، مضروبه في الدي اللي هي الترم ده باي ترانسبوز ان بلس 1، مضروبه في الاي انفرس اللي هي البي. تمام، فخلاص كده ده الترم الفا اللي هو الترم الاولاني ده. قلنا السيتا، هات ان بلس 1 هي الفا انفرس في بيتا. حلو، جبنا الترم الاولاني للالفا اللي هو برضه لسه فيه انفرس يعني، بس نعديها ونكمل. البيتا هي بسيطه خالص، هي هنا اهي، فهي هي نفس البيتا اهي، عايزين نفكها. فاحنا الواي ترانسبوز ان بلس 1 في واي ان، نيجي نفكها. نفكها ازاي؟ عندنا الواي ترانسبوز في، يعني ممكن برضه نفك دي اصلا بالاختها هنا كده، لو عملنا ترانسبوز لده هيطلع سيتا ترانس ف... سيتا بساي ترانسبوز وفاي، مش ترانس، وفاي ان بلس 1 جنب بعض، والواي ان بلس 1 هي زي ما هي كده، هي واي ان وده. فتعالوا بقى نضرب ده في ده ونشوف هيحصل ايه. هيبقى عندنا الواي ان مضروبه في معلش نفس اللي انا مسحته من شويه، فدي هتبقى ترانسبوز يعني. لو انا هاخد ترانسبوز هنا، كنترول زد هتيجي على طول. والله انت بتقول كلام يعني متهيألي بالذهب، والله هي شكلها وحش بس يعني مش مهم. لا بلاش، حرك الصفحة بقى لحد ما تيجي قصادها. هو هنضرب ده في ده، فهتبقى واي بساي ترانسبوز في واي ان. هي فعلا هل هذا حصل؟ حصل. هنا فاي في واي ان بلس 1، فاي ان بلس 1 برضه عشان بس مش كتب. ماشي، مكتوب جميل، ماشي معاك. جبنا عوضنا عن الالفا والبيتا، فاضل نعمل ايه؟ نضربهم في بعض. ربنا معانا بقى، هات النتيجة النهائية على طول. هو المحاضرة خلاص خلصت كده، ما عملتش حاجة ايه مش ده نذاكر. بجد؟ بس هو ان شاء الله الدكتور قال الحاجات دي هتبقى في الداتا شيت جيفن، يعني مش هتبقى حفظ، هو بس عشان نقول سيمالي في الاخر الحاجات دي هنبقى يعني نقولها دلوقتي. طيب هنضربهم بقى في بعض، هنقعد بقى نضرب. فهتيجي تضرب ده الترم ده اهي كده، بعد كده تضربنا ده في ده، نضرب ده اللي جنبه يبقى ده اهو خلاص يا كده. قادر ما تدخلش في تفاصيل الضرب، يعني عادي بقى تفاصيل الضرب دي عادي. يا ابني دي المحاضرة كلها، استنى بس بالراحة عشان لا بس هو في، عشان لو حد سأل بس في فكة أو حاجة، أصل هو في حاجة يعني في مفاجأة مثلا. شايف الترم الكبير ده كله؟ ماشي ده أصلا سكيلر يعني الأي دي بواحد. ماشي. هو ماشي طيب. طيب خلاص كده ضربنا الترم الأولاني، يعني إحنا دي بنضرب مفاجأة ده حلوة، ألفا في بيتا يعني إيه؟ دي مفاجأة حلوة. مفاجأة حلوة بس أنا قلتها بدري. ماشي، نضرب ده في ده، وده
ونروح ضاربين، قصدي ده في ده وده في الترم اللي هو هنا ده، نضرب كده وكده، وليه مش شغال؟ نضرب كده وفي كده، وبعد كده ده في ده وده في ده، ماشي؟ الترم الأولاني والترم التاني ماينس الترم اللي هو ده، كل ده مضروب في ده. بس المفروض الضرب في جيش قلوب، يعني هو ليه مش مكتوبة صح؟ اه مضروبة مكتوبة صح، ايه ده مضروب في ده اهو الترم التاني اهو، ونفسه هو هو تاني بالماينس مضروب في الترم اللي هو ده. حلو، عايزين نكمل. احنا اصلا كنا قايلين اصلا في الاصل ان الكلام ده، ان البي واي ترانسبوز في، قصدي في ساي ترانسبوز في واي هو السيتا هات، ونطلع نفتكر فوق المحاضرة اللي فاتت يعني، بس أحسن تتذاكر يعني كده، ماشي؟ فخلاص يبقى كده إيه، سيتا هات ال N كده، دي البارامترز القديمة. فأنا بحاول أصلا أجيب البارامتر الجديدة بدلالة القديمة، فدي أول ترم ظهر عارفين. طيب بعد كده هنا هيكمل عادي، قال هنحط، بس هنعتبر إن الترم الكبير ده كله كده هو F من غير الانفرس، فعايزين نحطه هنا عشان يبقوا شبه بعض. إحنا عندنا إيه؟ عندنا B فاي ان بلس 1. احنا طب ليه ما نخليش يبقى ترمات كتير شبه بعض عشان نعرف نحطهم، ناخد قوس والحاجات اللطيفه دي. فيبقى بي فاي ان بلس 1، ونروح حاطين الاف انفرس عشان هو اللي جوه قوس، بس هو الاف في اف فاي ان بلس 1، ما حصلش حاجه ده كده ار. حلو تمام، وناخده عامل مشترك الترم الاولاني ده كله كده، وناخد بقى اللي جواها في القوس. فيبقى بي في فاي ان بلس 1 في الاف انفرس، تمام. يبقى ايه؟ يبقى اف اللي هو الترم ده مفكوك اهو، مضروب في واي ان بلس 1 اللي هو ده، تمام. بعد كده ماينس هيجي من هنا لاف، وكل ده راح، هيبقى ايه؟ فاي ترانسبوز ان بلس 1 في بي في ده في ده، ماشي. هنكتب ده الكلام ده هنا اهو، فاي ترانسبوز ان بلس 1 بي في ساي ترانسبوز واي، تمام. ناقص برضو الترم اللي هو ده فاي، هو ليه مكتوب كده ليه؟ اه هي خد ده كمان مكتوب معاهم، اللي هي فاي ترانسبوز ان، فاي ترانسبوز ان بلس 1 مضروب في بي، معلش كل ده موجود هنا محطوط هنا، مضروب في فاي ان بلس 1 في واي ان بلس 1، تمام. حلو، آه برضه لسه ملعبكة ومعقدة يعني، هو ان شاء الله 10 دقايق والميتنج يخلص، فاحنا نخلص قبل ما يخلص قصدي، ماشي. طيب احنا يعني لو ضربنا، يعني هو ده سكيلر ليه؟ طيب بس عشان لازم نتاكد ان هو سكيلر دلوقتي، ان الفاي ترانس، ان يعني يا عم سكيلر فاي ترانسبوز في ماتريكس، سيبك من البي لوحدها في فاي، هتبقى كده ايه سكيلر معروفه باينه خالص يعني. عشان ده رو ده عشان ده يعني اصلا كولوم وده رو، هو الفكره ان في ماتريكس هنا، بس الماتريكس دي الدايمنشنز بتاعتها هتظبطها اكيد يعني وحدها ما هي اكساي ترانسبوز في الاكساي يعني، هي نفس الفكره برضه. بالظبط، هي دي ماتريكس يعني، بس هي ماتريكس سكوير مضروبة في حاجة هنا، هي يعني ماتريكس سكوير مضروبة في كولوم، والكولوم هيجيب كولوم وهيتضرب في حاجة ترانسبوز اللي هو رو، هيجيب ده سكيلر، فده سكيلر، فالاي دي هتبقى بواحد إن شاء الله يعني، الدكتور قال كده، وهي واحد هو أكيد يعني الدكتور بإذن قالها الله. برضه على فكره المحاضره اللي قبلها الموضوع ده. بجد والله؟ طب حلوة، بس مش عارف هو ما كنتش مركز لدرجة يعني، ماشي. فنضرب بقى الكلام ده جوه، هيبقى يعني الواي ان بلس 1 دي مضروبه في الاي. فتعالوا بس نكمل كلمه الترم ده، دي الاف انفرس عادي اهي، فاهي واي ان بلس 1 مضروبه لوحدها. بعد كده بقى ايه، الترم ده مضروب في واي ان بلس 1 ده ده، وده نفس الموضوع فاي ترانسبوز بي فاي واي ان بلس 1، فده هيروح مع ده بالماينس. حلو، وخلاص ده يروح مع ده بالماينس، او حتى اصلا حتى لو ما كانش يعني سكيلر او ما راح يعني اختفى الحمد لله، ماشي. بعد كده ناقص الترم ده اللي هو فاي ترانسبوز ان بلس 1، هو لو في سكيلر كان ينفع اوديه؟ لو ما كانش سكيلر ما هو كده كده هيطير، اه ما هيطيروش ليه؟ الفكره بس ان ده هيبقى ايه، اي في واي لو ان بلس 1 حد مش عارف ماتريكس. ايوه بالظبط، فهو اصلا كده كده انت يعني انت لازم يبقى سكيلر عشان انت تضرب في سكيلر. يعني مش عارف هو في الاخر دي هتبقى اي ماتريكس واحد يعني، هو سكيلر ماشي بالظبط. بالظبط كده، عشان بس الناس ما تزهقش مننا. هنا فاي ترانسبوز ان بلس 1 في بي، فاي ترانسبوز في واي،
فده هو هو اصلا سيتا هات، يعني هي اللي فوق برضه نفس اللي ما كنا عاملينه. تمام، فيبقى كده ان التعويض احنا كنا هنا اهو، فيبقى الواي الجديده هي واي ان، هي السيتا الجديده، هي البارامتر الجديده، هي البارامتر القديمه زائد الترمات بقت كتير دي بي فاي ان بلس 1 في الترم ده اللي هو كان الاف انفرس، برضه في الواي ميجرمنت اللي انا قستها جديده، واي ميجر ده قصدي، والواي استيميتد دي بتعبر عن الواي استيميتد الجديده يعني بتاعتنا. ليه هي دي الواي استيميتد؟ هتلاقوها من هنا يعني، لما تضرب ده في السيتا المقابل في السيتا يعني، هتلاقي ان دي هي الواي استيميتد الجديده بتاعتنا. انت تمام، متشاور فين طيب؟ مش كانش باين صح؟ ناس الواي يعني، هو ده اصلا الواي كلها بتيجي منين؟ ان انا بضرب الابساي في السيتا، فكل بقى ايوه واحده من الواي، كل واحده من الواي هي الفاي ان السيتا تجيب الواي ان استيميتد، فاي ان بلس 1 يبقى الفاي ان، الفاي الجديده بقى استيميتد، بس بستيمتها على اساس البارامتر القديمه يعني. يعني فين الحته اللي هي كنا فين؟ هنا انا بستيميت الواي الجديده اللي هي بلس 1 اكيد بالابساي القديمه اللي عندي، ده عادي ده يعني، مش هعرف اعمل حاجه اكتر من كده يعني. طيب خلاص كده، فالترم ده كله اصلا قلنا ده يعني قلنا ده سكيلر، فده كونستانت يعني، ده كده رقم بس ده كده حاجه، ده كني ده جين يعني، فكني بقول ان الابساي السيتا الجديده هي السيتا القديمه في جين، والفرق بين الواي اللي حصلت الحقيقيه ناقص الاستيميتد، فلو ده بصفر يبقى خلاص، يبقى انا كده وصلت لايه؟ مش عارف وصلت للستيدي ستيت مثلا، او وصلت ان خلاص وصلت ترو بارامتر، فالسيتا ما بتتغيرش بقت ثابته يعني، السيتا الجديده هي القديمه دايما لو الترم ده هو هو ده. تمام كده، فالفكره بقى ان هنعتبر ان الترم ده كله كده هو ال ان بلس 1. هنجيبه بقى ازاي؟ هنلاقي على طول بقى، ما الدكتور ما شرحش يعني، فكتبنا القانون ده، لو هي ويتد ريكيرسيف يعني، لو مش ويتد هي ويتد فين؟ اه لو ويتد هنحط، بس لو مش ويتد هنحط ال a وال comma 1. فال ال ان بلس 1 هيبقى فيها الكلام ده، هحتاج برضه عشان اجيبها محتاج لو انا هزود بقى اجيب ال ان بلس 2 هحتاج ال b ان بلس 1، فهي بتيجي من هنا. فانا لو انا وانا داخل المساله فرضت البي والسيتا، هعرف اجيب ال L1 واعرف امشي المساله كلها يعني. هي دي القوانين اللي قالها يجيبها في داتا شيت. اه ان شاء الله. طيب الدكتور بقى جه يحل في المحاضره، حل على الاكزامبل ده، واحنا ان شاء الله فاضل لنا اقل من 5 دقايق فهنمتحن خالص. حل الاكزامبل ده، بس الاكزامبل ده اللي هو ده رقم 4 بس، هو الفكره ان هو احنا معانا هو فين الحل بقى؟ ايه؟ هو فين الحل؟ هو ده الحل السطرين اللي تحت ده ولا ايه؟ مش فاهم. اه هو الفكره ان هنا المساله احنا مش، احنا دايما كنا بنشتغل ان معناش البيهات حتى القديمه طبعا، بس السؤال ده ملوش علاقه باللي انا كنت بقوله فوق ماشي، مش ملوش علاقه قوي يعني، دي بيتا نوت ودي بيتا واحد، بي واحد وبي نوت وبي واحد. بتاعتنا الدي اللي هو الرقم اللي هنا ده واحد، والان بي بتبدا من صفر في اساس واحد، ايه واحد اتنين. تمام، النونز بتاعتنا هو الان ايه زائد الان بي زائد واحد، اربعه. انا اخترنا النمبر اوف ايكويشن 6 علشان اصلا احنا ما عندناش يعني، بس مش يعني، هو هو الدكتور قال ان هو بيبقى من ايه اربعه الواحد لغايه ثمانيه. ايه؟ بدل ايه الاربعه المجاهيل ماشي، بتاعتنا؟ ايه الاربعه دي الانونز بتاعتنا، عندنا كام انون في المعادله اصلا؟ بيتا وبيتا وبيتا نوت وبيتا واحد وسيتا و اي واحد واي اتنين صح؟ هو اديني بي بي نوت نوت وبي وبي واحد واحد. اهو، مفيش بي نوت قصدي، بي نوت هما دول بي نوت وبي واحد بس، هما معانا يعني المره دي معانا يعني، ما طلعوش انون بس هنعتبرهم ان هو مش معانا دلوقتي. ماشي حلو كده ماشي، فالنمبر اوف انون اربعه، لو انا بحل مساله انا معيش اي حاجه خالص يعني غير الاوردر بتاع السيستم والديلي بتاعه، والنمبر اوف ايكويشن اخترنا 6 فلقينا 7. ليه اخترنا ايه بقى ال 6؟ N B؟ ايه ال N B وال N A و ال N E دي النمبر اوف ايكويشن اللي احنا هنحل بيها. ليه اخترنا 6؟ عشان احنا ما عندناش اصلا في المعادلات، هو في ايه؟ ممكن ما تبطل تكتب اللي بتكتب،
علشان احنا اصلا ما عندناش غير 8 قراءات بس، فاحنا خلينا نعمل 8 معادلات يعني. بس احنا قلنا نبعد عن الاول علشان الصفر والحاجات دي، فبدأنا من هنا من 2 لغاية 7، تمام، 0 1 2 3 4 لغاية 7، جميل كده. بس لو انا اصلا معيش الحاجات دي كلها هحلها ازاي؟ الاب ساي بتاعتي هي اب ساي 1 واب ساي 2 والثيتا قسمناها جزئين يعني برضو وضربناهم كده. طيب الاب ساي هي حاجه اصلا جيفن بتعرف تجيبها على طول، معاك الاوتبوت والانبوت، فهي معاك الاب ساي كامل. فالاب ساي ده بقى يعني الكلام اللي انا بقوله ده ممكن لو هو بيلخبط فهو في المحاضره القديمه، مفيش في المحاضره دي يعني، الدكتور ما شرحش فيه بالظبط يعني، شرحه المحاضره اللي فاتت اصلا. فالابساي هتيجي من ان احنا نكون الايكويشن المعادله دي، تمام، بس قلنا ان الواحد ده غلط، المفروض الواحد ده يبقى صفر، ماشي. فهو كده ان الواي اصلا هي جايه من اللي هي ابساي في سيتا، والسيتا هم النونز بتاعتي بس منهم حاجات نون اصلا، فانا معايا سيتا 2 ومعايا طبعا الابساي 1 و2، فانا عايز اجيب سيتا 1 بقى دي، فممكن اودي دول الناحيه الثانيه فأقول إن واي ناقص سيتا ناقص إبساي 2 في سيتا 2، كل ده أعتبره واي 1، وأروح ضارب بقى زي ما عملنا المرة اللي فاتت، نضرب في الترانسبوز بتاع الإبساي 1 وكده، فنجرب ناخد الإنفرس فنجيب الإيه؟ سيتا 1 يعني، نعرف نعمل استيميشن بس. واستخدمنا 6 معادلات، دكتور قال طبعا ممكن تحلها بمعادلتين في مجهولين، بس كده مش هتعرف تجيب البارامترز صح يعني، وعشان كده مش هتحلها صح يعني، هو بتختار العدد المعادلات وكده لقد ما تقدر يعني. طيب طب النمبر اوف انون خلاص 4، واحنا قلنا هو اصلا 4 فاحنا اخيرا نجيب 8 يعني، يعني من 4 ل 6، من 4 ل 8. طيب بس حاجه اخيره قبل ما اقفل، ممكن افتح تاني اشرحها على الماتلاب بقى حلها. دي بنعرفها منين؟ على عدد الانبوت هنا يعني، هنا لما كان في انبوت ما كانش في اوتبوت، بعد كده ظهر على طول. هنا برضو لما كان في انبوت ما كانش في اوتبوت مره واحده يعني، كان كمان هنا صفر، كان دي هنا باتنين، وغالبا ان شاء الله بتبقى جيفن يعني. بس كده. هو الصراحه الدكتور هجي يحل السؤال ده، بس احنا اكتشفت ان لسه في غلطه السؤال ده يعني، السالب ده غلط، الداتا دي غالبا مشكوك فيها يعني، فما عرفتش حاجه، فهحل معلش مكانه ده، ماشي، في فويس تاني ان شاء الله، في فيديو تاني باذن الله.